الفيلم هنايا نورمالمون اليوم غادي نديروا البريمير ديالو وفي نفس الوقت غادي يتحط في يوتيوب. دونك في نفس الوقت الناس غادي يتفرجوا فيه كلهم في دقه واحده. الفيلم سميتو يحيى. الفكره ديالو صراحه فكره خرجت من داكشي اللي انا عشت، داكشي اللي انا شفت قدام عيني الوقت كامل. كيهضر على بزاف الناس كيبغيو يزيفوا الحقيقه باش يبانوا مزيانين للناس ولا يزيدوا الناس يبغيوهم، مع انه الا كنتي صريح ديجا يزيدوا يبغيوك الناس كثر. دونك هادشي اللي غيوصل ليه البطل ديال الفيلم من بعد ما يبغي يقرب من واحد البنت ولا حيت كيبغيها غادي يحاول يزيف لها الحقيقه. دونك مع الوقت غادي يفهم ملي غيولي صريح كلشي غيتبدل وغادي يولي حسن، وهذا ميساج زعما غيكون لكاع الناس اللي يتفرجوا فيه حتى يحسوا بالاحساس ديال انك تكون كذاب وانك تكون صريح، كاين فرق كبير بزاف. انا بالنسبه ليا هو واحد نقله نوعيه للمحتوى اللي كندير. ما كاينش ان كلشي اللي غندير غيكون عنده علاقه بالتمثيل، ولكن اي حاجه غنكون كنديرها من هنا للقدام غيكون عندها معنى وغتكون ديما بروجي كبير اللي نعطي فيه بزاف ديال الحوايج اللي نبين انه صانع محتوى راه ما كيديرش غير فيديو عادي وكيقابل مع الكاميرا، فريمون يقدر يمشي لاندستري ديال السينما، يمشي لاندستري ميوزيكال، اي حاجه. صراحه صعيب نتوقع هادشي، وصلت لهادشي اللي كنشوفه دابا قدام عيني، ولكن كنقول انه كل حاجه كتوقع في الدنيا عندها سبب. ما عرفتش كيفاش توصلت لهادشي، ومادام وصلت لي يعني ربي كيبغيني وعارف باللي الميساج اللي بان وصل للناس فريمون صادق وجاي من القلب، والحمد لله داكشي اللي كنشوف ديما، هذاك هو الفيدباك اللي كيجيني ديما. كيمثل لي انني الحمد لله مازال كنكمل في طريقي، وانسان كيبدا من حاجه اللي هي صغيره كيف ما كنقولوا بدا من الزيرو قدر يوصل لواحد الحاجه اللي كيف ما قلت انا كنت شاركت في مسابقه وكنت غير كونديده، ودابا لا دابا وليت انا لجنه التحكيم، والحمد لله كانوا هذاك الشيء اللي كنت كنعطيه ولا هذاك الشيء اللي كنت كندير كلجنه التحكيم كان كيوصل للناس وفهموا ان عادي الكومبيتون ويقدر يكون في هذا في هذا المكانه هذه. المحتوى الجيد كاين في كاع البلايص، والمحتوى الخايب كاين في كاع البلايص، خاصنا نكونوا عارفين انه ماشي غير في المغرب ولا في شي دول اخرين، راه الفرق كيكون غير في الناس اللي كيختاروا. الا اختاريتي ديما محتوى زوين هذوك الناس اللي ما كيديروش ذاك المحتوى اللي زوين غيشوفوا ما كيتكونسوماش، دونك غادي يكثروا الناس اللي كيديروا غير المحتوى الزوين، وهذه حاجه اللي هي زوينه بزاف. انا بديت كنلاحظ ان بدات هذه القضيه في المغرب، الناس بدات كتوعى، بدات كتفيق وكتشوف باللي هاد الناس يستاهلوا انهم يتابعوا، وهاد الناس شويه طلعوا لنا في راسنا وبغينا شي حاجه اللي تكون كتوصل لنا شي حاجه، وهذا الشيء بديت كنشوفه الصراحه الحمد لله. العلاقة ملي كتكون قوية في الحقيقة وما كتكونش في الانترنت وفي هكا في ديستوري ولا في التصاور اللي كنحطو في انستغرام ديما كتطول، ملي كتكون مبنية غير على هذا الشيء بطبيعة الحال ما كتكونش سميتها صداقة، نقدر نسميها غير علاقة عمل وصافي. أنا هاد الناس هادو ربطتني بهم فريمون، ربطتني بهم واحد الجو اللي بعيد على داك الشيء اللي كندير، هذاك الشيء علاش يمكن تحسوا بالأعمال اللي كتكون مشتركة بيناتنا كيكون صادقة، حيت حنا فريمون صحاب قبل من صناعة المحتوى قبل من كل شيء. الله يودي هاد الساكنه مسارية ديال الخدمه ديال الفيديوهات ديال داكشي اللي كندير من هنا لقدام، واحد شوي واحد شوي تسنى واحد شوي. كون كانت هاد المسارية الخيريه كدار على قبل باش على قبل لو شو بين قوسين ما يوصلوش ما توصلش للناس وما غاديش يحسوا بها الناس وغيعرفونا بلي غير كنخربقوا، وكنأكد لك انه ما يزيدوش معنا حتى نهار مقعد. مي الناس عرفونا باللي كنمشيو بقلوبنا، هذوك الناس ما يمكنش دير بهم كونتوني، كدير داك الشيء حيت حسيتي به، والحمد لله كيجيو تبرعات، كيجيو بزاف الحوايج اللي كيزيدوا ينميو هذا الشيء، وهذاك الشيء علاش حنايا إلا كانت كتسمى ثاني كلمة بين قوسين مؤثر، علاش غنكون مؤثرين ما كنش نأثر في الناس أنهم يزيدوا يعطيو الناس فلوس، يزيدوا يعاونوهم باش نشوفوا مغربنا كامل زوين، زعما هذه الصراحة هذه هي الغاية ديالنا. نبغي نقول لكم شكرا بزاف لهادشي اللي وصلتوني ليه، وانا بسببكم انا هنايا، وكنوعدكم باللي ديما غنبقاو غاديين طالعين الفوق طالعين الفوق طالعين الفوق حتى هادشي اللي كنعرفوا ليه، ومره اخرى شكرا بزاف حيت ثقتوا فيا وخليتوني نوصل لهادشي.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بغيت نشكر كاع نساء الكون حيت بسببهم حنايا أنا تزاديت بسبب مي اختي شفتها حدايا عرفت كيفاش نحمي اختي باش نعرف كيفاش نحمي مرتي عرفت بزاف ديال الحوايج بسبب المرأة والمرأة عندها مكانة كبيرة في المجتمع ديالنا والحمد لله حتى الإسلام ديالنا وصلنا أننا نحترموها والإسلام كرم المرأة قبل منا حنايا دونك هادشي اللي نقدر نقول صراحة.